كالعادة تعودنا كل نهار سبت يكون عنا وقفة بصباحنا لنشوف أحوال طقسنا بالأسبوع القادم كونه نحن ببداية الأسبوع، ودائما المتنبي الجوي حسان الشردي بيزودنا بمعلومات. مرقنا هيك بفترة كانت كم نهار برد، ولكن بلشنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة. رح نعرف أكثر كيف حيكون طقسنا، هل حيكون في منخفضات جديدة أو خلاص نحن دخلنا الصيف اللي دائما الأرصاد الجوية بتحكي عنه يا هايدي. خلينا نروح فورا للاتصال. سعد صباحك استاذ حسان. صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا. صباح الخير. يسعد صباحك استاذ حسان. صباح الخيرات يا هلا استاذ. خلينا نتعرف من حضرتك كيف عم تكون احوال الطقس بمحافظتنا السوريه، خبرنا اكثر عن درجات الحراره، خصوصا انه عم نلاحظ ارتفاع شديد اليوم بدرجات الحراره، خبرنا اكثر كيف عم تكون الاجواء بشكل عام. تكرم عينك. صباح الخير الجديد لك، لزميلتك، للاخباريه السوريه. بشكل عام نحن بلشنا نتأثر بكتلة هوائية حارة نسبيا، بلشت تأثر على المنطقة بتؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة. الارتفاع راح يكون بشكل تدريجي ومستمر خلال هيدا الأسبوع. هيدا الأسبوع مختلف تماما عن الفترة السابقة اللي عشناها، وذكرنا بنشرات سابقة لأن أنه في ارتفاعات الأجواء راح تتراوح ما بين أجواء راح تكون ربيعية دافئة إلى أجواء حارة نسبيا بمختلف المناطق. اليوم بشكل عام نحن تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم يترافق بتيارات شمالية غربية بطبقات الجو العليا. بلشت الفتلة الهوائية الحارة نسبيا تأثيرها على المنطقة من اليوم. الحرارات اليوم بتستمر بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 ل4 درجات مئوية بشكل عام. الأجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا، الأجواء عم تكون ربيعية دافئة بمختلف المناطق معتدلة بالمرتفعات الجبلية والمناطق الجبلية. عم تكون حارة نسبيا بالمناطق الشرقية الجنوبية الشرقية الجزيرة والبادية السورية. هلا بشكل عام بالليل مثل ما ذكرت الأجواء رح تكون معتدلة تحديدا بالمناطق الجبلية. الأجواء رح تستمر معنا هيك، والحرارات رح تستمر بالارتفاع لنهار بكرة. بتوالي ارتفاع درجات الحرارة تكون معدل لنهار بكرة من 3 إلى 6 درجات مئوية بمختلف المناطق. والأجواء رح تكون من نهار بكرة أجواء حارة في أغلب المناطق. تدينية مغبرة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية معتدلة خلال ساعات الليل في المرتفعات الجبلية. استمر معنا الارتفاع بدرجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، يبلغ الارتفاع ذروته يومي الثلاثاء والأربعاء بحدود 6 درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 8 درجات مئوية لمختلف المناطق. والأجواء رح تكون حارة نسبيا بشكل عام، حارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، تدينية مغبرة أيضا بهذه المناطق. الرياح عم تكون بشكل عام غربية إلى شمالية غربية بالأجزاء الغربية من البلاد، بينما تكون الرياح شمالية غربية بحتة في مختلف المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان اليوم 55 كيلومتر بالساعة تحديدا بالمناطق الجنوبية والوسطى والشرقية والبادية السورية. تثير الغبار في هذه المناطق الرياح بتضل عليها نشاط اليوم وبكرة وبعد بكرة، بس بعد بكرة بتخف شوي الرياح والهبات بتكون لنهار بكرة بحدود 60 كيلومتر بالساعة، بترجع بتنخفض بعد بكرة نهار الاثنين لحدود 55 أو 50 كيلومتر بالساعة، وتبقى الأجواء السدينية مغبرة هي شديدة الموقف. الارتفاع بدرجات الحرارة بيضل مستمر معنا طيلة هيدا الأسبوع لحتى تبلش الحرارة تميل للانخفاض بشكل طفيف اعتبارا من هيدا الأسبوع، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها. بس ببلش الانخفاض بالمناطق الغربية والساحلية قبل باقي المناطق، لأنه ذروة الارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة الساحلية رح تكون نهار الاثنين والثلاثاء، بينما في باقي المناطق راح تكون يومي الثلاثاء والاربعاء. النصائح اللي دائما نحن بنوجهها تحديدا خلال هيدي الاجواء الحاره، وكون هيدي الاجواء يعني اجت بشكل تدريجي ونحن بالجزء الاخير من فصل الربيع، انه عدم التعرض لاشعه الشمس خلال ساعات الذروه لفترات زمنيه طويله وبشكل مباشر، من الاجواء السدينيه المغبره نتيجه الاتربه والمساره بفعل الرياح خاصه بالمناطق الشرقيه بالجنوبيه الشرقيه بالباديه بالجزيره السورية. درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق اليوم 32-17، القنيطرة 27-15، القلمون المرتفعات الجبلية 20-12، درعا 32-17، السويداء 28-16، المنطقة الوسطى 5-27-17، عمان 30-17، الساحل السوري اللاذقية طرطوس 26-17، الشمال حلب 31-17، إدلب 27-16، دير الزور المنطقة الشرقية 36-20، الرقة 34-21، السورية مدينة تدمر 34-18. أجواء مستقرة هذا الأسبوع وحرارة رح تكون أعلى من المعدل في مختلف المناطق، ولكن تبقى الأجواء المعتدلة واللطيفة في المرتفعات الجبلية إلى ساعات الليل حتى منتصف هذا الأسبوع.
نعم أستاذ حسان، بدي أتشكرك لكل المعلومات اللي ذكرتها، وإن شاء الله هيك الأيام الجاية تحمل كل شيء خير لبلدنا الحبيب.